اختتمت إدارة الأوقاف السنية مسابقة القرآن الكريم الثانية بالتعاون مع جمعية الصداقة للمكفوفين، وتم تكريم 29 طالبا وطالبة من المكفوفين في الحفل الختامي للمسابقة، وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية وعدد من أعضاء المجلس ورئيس جمعية الصداقة للمكفوفين. وأشار الهاجري إن إدارة الأوقاف السنية تقوم بتنظيم عدة فعاليات كشراكة مجتمعية مع عدد من المؤسسات، وهذه إحدى الفعاليات بالتعاون مع جمعية الصداقة للمكفوفين في لاحتواء هؤلاء الطلبة والطالبات الذين لديهم رغبة في تعلم القرآن الكريم ودراسته وحفظه تحقيقا لرؤى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والذي يولي خدمة القرآن الكريم وأهله عناية خاصة، واهتمام الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بخدمة كتاب الله تعالى والارتقاء بعمل المؤسسات الدينية. من جهته قال رئيس جمعية الصداقة للمكفوفين حسين الحليبي أن تنظيم دورة تجويد القرآن الكريم بالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فرصة طيبة، وقد تم تدريس الطلبة والطالبات على أكمل وجه، مشيدا بحرص ومتابعة سعادة رئيس مجلس الأوقاف السنية لإنجاح هذه المسابقة. هذه المسابقة تأتي في السنة الثانية بفضل الله تبارك وتعالى، ولا شك أن في هذه الأيام شهر رمضان المبارك لا بد من الاقتراب مع القرآن الكريم دراسة وتدريسا وحفظا، ونحن في مجلس إدارة الأوقاف السنية نعمل على هذه الشراكة المجتمعية مع كافة المؤسسات الرسمية والمؤسسات الأهلية، تأتي هذه المشاركة ضمن هذا السياق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لأبنائي وبناتي منتسبي جمعية الصداقة للمكفوفين ممن شارك في هذه المسابقة، وأشكر وأقدر لإخواني في إدارة جمعية الصداقة للمكفوفين هذا العطاء الممتد والمستمر. متجلية بهذا الشهر، شهر القرآن، شهر الغفران، تجمعنا في هذا المكان برعاية كريمة من فضيلة شيخنا الجليل الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية، اللي احتضنوا هذه المسابقة، مسابقة القرآن الكريم للعام التالي على التوالي، وهذه بادرة إنسانية كريمة. وفعلا الجماعة بعدنا بجمعية الصداقة المكفوفين الأعضاء أقبلوا على هذه البادرة بشغف وشوق كبير، وكانوا فعلا بانتظارها. هذه المسابقات هي اللي فعلا احنا في جمعية الصداقة المكفوفين نطمح لها منذ زمن، وكنا نأمل بأن هي تقام، ولله الحمد الآن أقيمت. تعلم القرآن هو أعظم شيء ممكن أن الإنسان يتعلم، القرآن الكريم حفظا وتلاوة وتجويدا، وهذا يعني هذه الأهداف اللي نعمل عليها بالتعاون مع مجلس الأوقاف السنية، وتحققت ولله الحمد اليوم في هذا الاحتفال. ساعدتني هاي المسابقة روحي يعني حفظ القرآن الكريم، وأشكر مملكة البحرين على إتاحة هذه الفرصة والجمعية صداقة للمكفوفين ودارة الأوقاف السنية، وفضل من رب العالمين إن خلاني أحفظ جزء عمي. كل سنة من هذه المشاركات أو المسابقات القرآنية تزيدنا ثبات وثقة بأنفسنا، ولولا هذا القرآن لما استقرت المجتمعات الإسلامية ولما اجتمعنا على هذه المائدة الجميلة وهذا الحفل الكريم.